مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة في بيتنا. النهاردة حلقتنا هتكون بتتكلم عن الاهتمام بالبشرة، وإزاي تعرفي نوع بشرتك، وإزاي تقدري تعملي تنظيف بشرة في البيت، وإيه هي فوائد تنظيف البشرة. بس في البداية أحب أرحب بضيفتي اللي منوراني، خبيرة التجميل والميك اب أرتست هبة عاشور. أهلا بحضرتك. أهلا يا أمي، أهلا أهلا بيكي. بيكي. أهلا. إيه الأخبار؟ تمام قولي لنا إزاي أعرف نوع بشرتي؟ تمام. بصي، هو تحديد نوع البشرة بيختلف طبعا على حسب العوامل البيئية اللي احنا بنمر بيها. عندنا أنواع بشرة كتير، عندنا نوع البشرة الجافة والدهنية والمختلطة والحساسة. كل بشرة بيبقى فيها مميزات وفيها عيوب، بتعرفي من خلالها نوع بشرتك. يعني مثلا لو بشرة جافة، بصي تلاقيها بشرة شحبة، لونها مشدودة شوية. لا مش موضوع دهنية، ان هي مثلا الالوان فيها مش متجانسة، مش لون واحد، بتبقى بتنشف بسرعة جدا، بتشقق كتير، تحطي فاونديشن، تحطي كريم، تحطي اي حاجة، تبصي تلاقيها تقشر. عندنا البشرة الدهنية مشاكلها كتيرة طبعا، الغروق السوداء، تي زون. تيزون. عندنا الحبوب، عندنا البثور، عندنا المسام الواسعة، عندنا الحفر، عندنا الندبات، دي كلها تحت بند البشرة الدهنية. البشرة المختلطة بتبقى ما بين يا اما البشرة الدهنية مع الجافة، او الدهنية مع العادية. الدهنية مع الجافة. الدهنية مع الجافة او الدهنية مع العادية تمام. بتبقى طب ايه يعني احسن وقت في اليوم اعرف منه نوع بشرتي؟ الصبح اول ما بتصحي. اه اول ما بتصحي تشوفي التي زون بتاعتك، تشوفيها اذا كانت جافة اويلي ولا اه اويلي شويه ولا لا. لو مزيته يبقى احنا عندنا دي الدهنيه، لو دول كمان مزيتين يبقى احنا البشره كلها دهنيه. طب ايه هي بقى فوائد تنظيف البشرة؟ فوائد تنظيف البشره كتير، يعني اهمها ان انت بتحافظي على عمر الجلد بتاع بشرتك، بتديله مرونه اكتر، بتديله حيويه اكتر، وكمان هيخليكي تصغري اكتر. لا والله تاني، لان تم الجلد الميت، الحاجات دي الجلد كلها نتخلص الميت، منها. الجلد الميت، وطبعا الخطوط الرفيعه، الحاجات اللي بتظهر كل ما بتتقدمي في السن. انت لو بتعتني ببشرتك كل ده مش طيب هيظهر تنظيف بدري. البشرة ده ليه سن معين ممكن نبتدي منه؟ يعني ليه سن معين؟ هو المفروض يبتدي من اول سن المراهقه، يعني من اول سن بدري المراهقه. على طول. من اول سن المراهقه، لان البشره اصلا بتبدا تتغير في الوقت ده. في كتير بيطلع لهم حب الشباب، فلازم طبعا يبداوا ياخدوا بالهم من الموضوع ده لحد ما يوصلوا ال21 سنه، وبعد كده خلاص البشره بتستقر بقى على نوع معين. فاهميني؟ اللي هو عرفت نوع بشرتي ما بيتغيرش تاني. بالظبط. لا بيتغير على حسب الاهتمام الاهتمام، وعلى حسب انا يعني في فصل الشتاء الناس اللي ليه؟ بشرتها دهنيه بتتغير شويه، في الصيف الناس بشرتها بتبقى يعني اويلي وكده، فعلى حسب الجو. تمام. طيب المفروض كل قد ايه نعمل تنظيف بشرة؟ احنا لو هنعمل تنظيف بشرة في مركز مثلا، او في مكان يعني يعمل لنا جلسة تنظيف، يبقى مثلا ناخد مرة في الشهر، هتبقى كويس جدا. مرة في الشهر. مرة في الشهر ده لو هنعمله في مكان، في مكان، لكن لو في انما البيت. لو هعمله في البيت انا مثلا ممكن كل اسبوعين، لو عندي جهاز بخار في البيت وعندي سكراب وعندي ماسك وعندي مش عارفة ايه، انا ممكن اعمل الموضوع دوت كل جمعتين مثلا، اريح بشرتي خلاص من الميك اب وابدا اعمل تنظيف لكن بسيط بيبقى في فيه بشرتي. سكراب للبشرة، في ناس بيستخدموه تقريبا كل يومين حاجة لا كده. بصي، السكراب تبقى الحبيبات بتاعته بتبقى خشنه شويه، اه فانا كل ما هزيد استخدامه كل ما هجرح ههلك البشره البشرة. اكتر وههلكها اكتر. لا انا اسيب البشره تلحق تطلع الجلد بتاعها، الجلد الجديد، علشان خاطر اعرف لو انا بنظف ان البشره تبدا تفرز لي كولاجين من اول وجديد، وتبدا تستعد للمراحل الجايه. تمام. طيب وخطوة خطوة كده اللي هيعمل تنظيف بشرة في البيت، يعني تمام. خلينا نجيبها خطوة خطوة، او ايه الحاجات اللي المفروض نستخدمها هو من المفروض البداية؟ ان هو اصلا بيكون عند اي بنوته، يعني بيبقى عندها روتين عنايه في البيت، عندها غسول، بيبقى عندها كريم عين، بيبقى يعني عندها الحاجات كريم، الأساسية. كريم عين، كريم نهار، سان بلوك، بيبقى عندها سكراب. ما فيش سكراب ممكن نعمل حاجات طبيعيه في البيت زي بس. قهوه وعسل، مش عارفه ايه، حاجات كده بسيطه خالص، وفي نفس الوقت متوفره عندنا، وفي نفس الوقت ما تهلكش بشرتي. طيب ممكن تقول لنا يعني زي
حاجة لتنظيف البشرة سكراب، أي حاجة بسيطة ممكن نعملها في البيت، مكونات إيه على إيه أو كده؟ يعني بصي هقولك، لو حاجة طبيعية احنا مثلا ممكن نعمل زي ما قلت لك بشر السكراب بتاع القهوة والعسل، ده حلو جدا. قهوة على عسل قهوة ويتعمل على عسل سكراب، سكراب لمدة بيتحط على البشرة 10 دقايق. ايه ده أول حاجة ولا في لا حاجة قبلها في بخور، أول حاجة البخار؟ قبلها بخار، نفتح مسام بشرتنا شوية تمام، وبعد كده بنحط معلقة عسل على معلقة قهوة تمام. ونحطهم حوالي 10 دقايق، وايدينا تبقى رطبة ومبلولة، ونعمل حركات دائرية على الوش تمام. وبعد كده بنشطف وشنا ونبدأ بقى نستخدم التونر، نستخدم لو عندنا ماسك مثلا شيت او ماسك طمي او ماسك ترمس، اي ماسك متوفر عندي اقدر ان انا يعني اطبقه. عشان ما نتوهمش، يعني ممكن قهوة على عسل، ايه تاني؟ ده بالنسبة للسكراب، تمام. ده بالنسبة للسكراب لو انا ما عنديش احنا سكراب عملنا جاهز. الأول بخار، عملنا بعد بخار كده وبعدين سكراب، سكراب، بعد كده وبعد كده هحط الماسك بتاعي تمام. واي ماسك ايه فوائد الماسك يعني؟ الماسك بيرطب البشرة، تمام. بيدي له حيوية ونضارة اكتر، بيصحح لون طيب البشرة. معلش هقطع، اتفضل. في فيديوهات اتعرضت معايا الشاشه دي، تمام التنظيف البشره اللي ممكن نروح نعمله في مكان مش في بالظبط. البيت. اه تمام. دي جلسة، جلسة تنظيف بشرة عميقة فيها حوالي 12 مرحلة، سكراب وتقشير فيزيائي وماسك رابر، وفيها وبنحط فيها كذا سيرم مغذي للبشرة. الماسك ده اسمه ماسك رابر تمام. ده ايه فوائده للبشرة؟ ده الماسك دوت يعني بنحطه بنطبقه على الوش كله بما فيهم العينين والشفايف عشان خاطر يديهم ترطيب اكتر. انا ملاحظة ان هو الوش كله ايوه بيتغطى، بالظبط. ما فيش حتى الرموش والحواجب كل ده كله. بياخد فايدة الماسك اصلا، يعني بيخلي الوش مرن قوي، يعني نتيجته ما بتبان على بيهلكش طول الرموش، الحاجات دي مش غلط. ولا اي حاجة، هو بيتشال زي العجينة كده. تمام. بس بيدي نتيجة حلوة جدا، كنتيجة علاجية كمان، يعني مش نتيجة تجميلية، لا نتيجة علاجية. تمام. وده ايه؟ ده كده ماسك الجبس، الفيديو ده اسمه ماسك الجبس ماسك الجبس على جبس، بس جبس طبعا مخصص للبشرة مش الجبس التاني. على طول. ايوه لا بيبقى جبس مخصص للبشرة. ده بنستخدمه للبشرة اللي بيكون فيها ندبات كتير، ايه، حبوب و ندبات اللي هي الحفر اللي بتبقى موجوده في الوش دي، بينظف الوش جدا. والناس اللي بيبقى عندها خطوط وتجاعيد بيبقى حلو قوي معاهم. تمام. وده اللي هو الجبس لسه؟ ده الجبس. لا ده الرابر اللي كان الفيديو التاني. في بقى طبعا فيها اوامر مساعده كتير بنحطها زي الهاي فريكانسي ده اللي هو الجهاز الليزر اللي هو اللي بيقفل المسام ده. ده بيقفل ده المسام؟ بيقفل المسام وبينظف البكتيريا، بينظف المسام من البكتيريا تمام. ده وفي الفوتون ليد ده الوان، بتفرق الالوان؟ بتفرق الالوان على حسب انا عايزه اعالج ايه في البشره. يعني لو البشره فيها حبوب بحط لها لون الاورنج او الاصفر، لو البشره فيها تجاعيد احمر، عارفه كده يعني. كل ايوه حاجه كل لون ليه فايده ايوه معينه. كل لون ليه فايده. تمام. تمام، خلونا نطلع فاصل ونرجع ليكم مرة تانية.